عندكوا شوفان ومش عارفين تعملوا ازاي، طب عندكوا تفاحية ومش عارفين تعملوا بيها ايه وزهقانين، طيب عندكوا زبادي، بس يبقى احنا كده عندنا الوصفة كلها. وصفة النهاردة احلى تحلية ممكن تعملوها في الدنيا، تصلح ان هي تبقى فطار، ممكن تبقى سناك، وممكن كمان تبقى عشاء. خفيفة مسكرة وطعمها حلو ومرضية، وكمان ما بتعليش معانا سكر الدم، والاهم من ده كله انها مشبعة جدا. اعملوا لايك ويلا بينا على طول على المقادير. خد كده المقادير مع بعضينا كده سكرين شوت كما تعودنا، ونبدأ على طول على الخطوات. اول حاجة هيكون عندي تفاحة، يعني وسط، عايزين تعملوا اكبر اصغر زي ما انتوا عاوزين. هنا حوالي 3 معالق كبار من الشوفان الحبه الكامله، وعندي معلقه من الزبده الغير مملحه. ينفع استبدلها بحاجه تانية؟ لا، هي الوصفه بتبقى حلوه قوي بالزبده، تديها طعم حلو قوي قوي. عندي معلقه صغيره او اقل من معلقه كمان من القرفه، وعندي زبادي يوناني، وعندي كمان عسل نحل. هنبدا كده مع بعضينا سريعا عشان عايزين نفطر. استعملوا لايك بقى الاول كده وظبطوا الدنيا، ونبدا نقطع التفاحه مع بعضينا لسلايس صغيره. او نقطعها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. بصوا السمك بتاعها بيبقى مش رفيع قوي ولا سميك قوي. اوكي خلاص قطعنا، هنعمل ايه؟ هنروح دلوقتي كده على النار وهنبتدي نستخدم الزبدة مع بعضينا. بس على النار كده هننزل بمقدار الزبدة اللي عندي ده، مقدار مثلا معلقة من الزبدة. اوكي ونقلبها كده بقى خالص، ونهدي النار عشان متحرقش مني، وبعدين هنزل عليها بالقرفة. يعني القرفة مع التفاح يعني دويتو اكثر من الرائع. يطلع بس الريحة كده معايا. اقلب كويس كده. اوكي وبعدين هنزل بالتفاح. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لكم التفاح مع القرفه يعني ده دويتو رائع، خصوصا كمان في الشتاء او الجو مبتدي يسقع كده، بيبقى عايزين حاجه مسكره وفي نفس الوقت ما تبقاش سعراتها عاليه وتدفينا كمان. فكل الحاجات دي موجوده في وصفه بتاعه النهارده ان شاء الله. نقلب بس كده لما كله ايه يخش في بعضه كده كويس. قادر اوصف لكم الريحه عامله ازاي يا جماعه، لازم تجربوها بجد بجد تحفه. الزبده مع القرفه مع التفاح شغل فاخر من الاخر. اوكي اهو هنا طبعا ممكن نحلي بسكر الدايت مش مشكله، بس انا المره دي عايزه احلي بالعسل. عايزه اخد كل الحاجات الحلوه دي كده بطعمتها بلذتها على الصبح كده، او مثلا ممكن تبقى سناك في نص اليوم، ممكن تبقى عشوه بالليل حلو، بس بلاش العسل، حطوا سكر دايت فيها يعني. صدقوني هتبقى حلوه قوي قوي قوي. النار كده هياخد معلقه من عسل النحل، مش مليانه قوي يعني، بس كده فل الفل قوي 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 يعني، دلع الدلع. ممكن ننزل العسل. التفاح اطفي عليه امتى او احس ان هو خلاص تمام امتى؟ لما ابتدي يعني يبتدي يطرى معاه شويه كده، اعرف ان ما بقاش طري قوي يعني، لسه برده فيه جزء من الكرانشي كده بسيط يعني. قلب ممكن لو عايزين تزودوا مثلا شوكليت شيبس ممكن، بس انا مش عايزاها تبقى شوجري لدرجه رهيبه يعني، لا يعني برده حاجة زيادة عن حدها بتبقى صعبة بتجزع كده ما بيقولوا. اوكي معايا المرحلة لا بأس بها اهي، جميل. هنزل عليه بقى بالشوفان، بسم الله الرحمن الرحيم، ورشة الملح. لنا الشوفان مش عارفين نعمل بيه ايه، نعمل بيه الوصفة اللذيذة دي هتحبوها قوي قوي ان شاء الله يعني. بالظبط يعني دقيقة كده يا تقليب وخلاص بتكون جاهزة معايا. هتحبوا قوي قوي الطريقة دي،
هتعتمدوها. التفاح موجود، تفاحية يعني، مش قصة. والشوفان موجود، والقرفة موجودة عندنا، والزبدة الحمد لله، كل نعم ربنا معانا الحمد لله. اهم حاجة ان احنا يعني اهم حاجة ان احنا نستغلها استغلال صح، ونعملها زي ما قلت لكم بطريقة healthy. هنزل كده بالتفاح، يعني مش عارف اوصف الريحة، يعني مش عارف، يعني كلمتكم كتير عن الريحة، بس انا عايزة اوصف لكم انا شامة ايه. يعني شامة ريحة حلوة قوي، ما انتوا عارفين طبعا القرفة والتفاح مع بعض بيبقوا عاملين ازاي. وحط بقى كل الكلام ده كمان بلس زبدة، يا لهوي صباح الدلع بقى وصباح الدفى كل حاجة. يعني اهو سويها بس كده. عايزين تزودوا مثلا مكسرات، اه شغال عادي ينفع برضه، تبقى وجبه حلوه جدا كامله متكامله. اوكي طيب هعمل ايه بعد كده؟ طبعا ممكن اكلها كده، وممكن طبعا ازود زبادي يوناني. زبادي يوناني ده عملته معاكم قبل كده في القناه، لو عايزين لينك بتاع الحلقه هسيبه لكم في الديسكريبشن. فعلا حلو جدا وقوامه حلو وسهل ومش مكلف خالص. هناخد منه شويه كده ونحط منه على الطبق الجميل بتاعنا ده. ممكن تحطوا مثلا حليب، مفيش مشكلة عادي، اللي انت عاوزينه حطوه. انا بصراحة طماعة، بحب الزبادي اليوناني خصوصا ما يكون هوم ميد. لازم تجربوا يا جماعه الوصفه دي بجد، هتحبوها قوي 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 قوي. نقرب بقى ونشوف احلى تفاصيل مع بعض. ده شكل بقى تحفتنا الفنية بعد ما جهزت معانا، روعة. الشوفان شكله حلو قوي، والتفاح والزبادي انا مش عارفة اوصف. يعني انا احب اكل بقى على طول، احب ندوق على طول. فهنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده، وناخد كده دي اللي بتلمع دي عجباني قوي، قمر دي، ومع شوية الزبادي وندوق بقى كده. احلى تحلية او احلى فطار ممكن ناكله، او احلى سناك، اي حاجة. ندوق كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش كلام اوصف بيه اللي انا ضايقاه، والله 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 من احلى التحليات اللي دقتها. خفيفه، مش بتجزع كده ومسكره قوي، وفي نفس الوقت مرضيه جدا لينا. والزبادي كمان مدي طعم لذيذ قوي، اللي هو اللي يعني ايه مخفف حديه الحاجه المسكره، يعني مظبط. هو كلها بعضها فيها بالانس كده، توازن. حاجه تحفه، لازم يا جماعه تجربوها، مش هتندموا خالص خالص خالص. طعم حلو مظبوط، تحلية مظبوطة، وترضينا. يا رب يا رب تكون حلقة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك. وبحبكم جدا جدا جدا. سلام.